معالجة أدوية يمكن مخلوق الفلاحة والموسم لما قلنا شوية بالماء مخلوق شوية بالماء إلى هذه المرافقة ديال المنتجة ديال الفلاحة لا خلال الموسم راها ضرورية باش الفلاح يشرحوا كثر ديالها. مسألة أخرى مثل السؤال وهو على خلال العرض ديالكم ما كيف ماشي الدعم للكسافة السنة اللي فاتت كانت شكلي زعما من هذه السنة هذه الموسم هذا واش كاين شي دعم القطع الغنى وقطع المشية ولا كاين مثلا قطع الخضور لأن مثلا قطع الخضور الحالي هنا في واحد التطور في المنطقة هنا وهذا الناس ماذا بينا يكون عندهم واحد التشجيع وشكرا. Yeah.
نفع بطة اللي ما عندها حتى شيء ما فهمتش انا واسمو كاين ما فهمتش كاين غني هادي لا نرجع للنقطة اللي يعني اللي انا علما كيقول له توجي وهي هاد القضية انا ما بغيتهاش تفوت هكذا اللي نقطة تاع بصح فوتنا غير طاقة الصباح وهي المشية اللي ماتت من التوقيع وراحنا بدولة خصنا إلى كيفاش أنا ما فهمتش كيفاش تدوزتو نتوما هاد النقطة هكذا تتقابل تتقاش اللي الغنمة ولا الكسيبة تضحك وما تكسيبة وشفنا وحنا كيفاش حنا كأعضاء أنا في بلادنا في الدار نتلاقى هكذا ولا كيفاش هادي هاد مسألة علمية ماشي ديالك يا ولا لا وفوت هذا سي لا سيونس هنايا سي سيونتيفيك سي ان فاكتور سي برودوي شيمي انا عندكم كارثة الا كنا نديرو واش من فاكتور واش لوبيراتور واش وضحوا لنا ماشي قضية هكذا ماتت مصيبة وعند هذاك لا ما ماتتش هذا راه كدير دي شوز كونكريت دي شوز كونكريت اللي الا كاين الموت سيد ممكن السلطة كاين شرع كاين وفد تاع كسيبة الوغ نعرفو لاكوز مي لاكوز أستاذ لاكوز راكم مسؤولين على السلامة الصحية سولمون راه عن تيتر هذا كتب كتاب سكيورتي صحية قول لي اخويا كيفاش علمي عطيني وهدت هاد الشيء ما هاد الكسيبة ماتت كيفاش شنو لاكوز اللي الاسباب اللي علاش ماتت واش براتيكمون واش من فوت تكنيك واش من برودوي واش في حد ذاتها الغنم هي هادي وشنو الدراسه شنو درتو كوم كيقولوا له ريشيرش ديال الكوليكت دي دوني شنو درتو كوم ايتيود هكذا كيفاش تقصي الحقائق فهاد القضيه هذاك النازله انا هذا هو الموضوع اللي بغيت نعرفه كيفاش الغنم ماتت ولا فاكسيناسيون خاطر الفاكسين راه ماشي كيعرفكم ماشي انتوما اللي خدمتو هذا راه علاش لا صورة إلا كان الفاكسين والغنم تموت إذا خصنا نعرفو علاش هادي راه سيرة غادي تكون عندنا اون ايبيديمي ولا اونديمي ولا شو كان هذا هو بغيت نعرف لك ديك الشوارع بعد التكنيك وبكل وشو وبكل وضوح ماشي اللي جدا ولا ربي تراجع هذا تيهضر على علمي شكرا استعمار جبناها هو كاين حيد راه دار معايا قال لي غادي نخرج غادي نخرج غادي نتبقى نشيني 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 حتى نصبع في القرى عيط له قال لي الوالده قال لي بفضل الله يرحمه اذا هذا الفلاح هذا مشى نشكي ضاحية ما كانش واحد اللي يتحرك ولا طلع ولا هو ولا باش ولا ودي هذا المشكل كاين ما تقولش ما كانش مشكل كاين تسعه تاع روحو ولا عنده ميتين وكاين عندي جوج تاع الناس عندي الم والمشكل كاين تما داروا بريطانيا هو ديدو يخصكم انتم اللي تحققوا معاه كما قالت سحمي بدا ماشي انا مواطن غادي نتحقق معاه ما يمكنش باش يدير لها زوج تاع الباري مره واحده العود ما يمكنش باش يدير زوج تاع الباري ويدير الرايب مره واحده العود هذه راه مشكله خصكم لها تحقق فيها انا ماشي الاختصاص ديالي تحققوا بها انتم الاختصاص ديالكم واش ديك اللي بلعب توالي مع الابره تاع المراره ولا هو توالي هو ذا اللي بلا تعرف وهو اللي جاب الدواء في الدو وهو اللي جاب 220 ديال الدواء حطها على الماء وداروا 220 ديال الدواء وداروا اللي بلا تاع التقطيع ديال الدواء ديال الدواء شكون اللي تحقق هذا الشيء تحقق السلطه وانتم ولا غادي نديروا البوكون شي ونستقبلوا ولا غادي الفلاحه بصح الاحوال هذا اش تاكلوا هذا اش تاكلوا يعلم الله هذا هو اللي باقي لنا حنا هذا الشيء اللي باقي بس لو سمحت السي محمود الجهوي نديك لوكيتا
هذه الأسس التي تكونت الدول الوسطى. التنمية ويدات التراب البيئة اجتماعها يوم الثلاثاء كان 18 شتنبر تحت رئاستنا وبحضور أستاذ أعضاء اللجنة وكذا بعض ممثلي المصالح الخارجية وكذا بعض موظف المجلس وموظف العمل. وقد تمت مناقشة بعض نقاطها في حين تم تأجيل البعض الآخر ليطرح كنقاط في جدول أعمال هذه القرى. هذه من جهة، هذا المشروع فوقاش تنجزها أستاذ. أفهم طيب، أنا السؤال ديالي هو كالتالي، فين كان المكتب الوطني توزيع الماء السابع للشرب والكهرباء وهادشي هناك؟ فين كانت الوقيتات تاع لي طرافو أون كوغ؟ فين كان حنا هذا هو اللي كنا نعرفو، لو سويفي تكنيك دي بروجي تكنيك، لو سويفي تكنيك باش بنادم اللي رياجي، وكاينين تونيك غارونتي. بور السيد المقاول شنو درتو معاه؟ فين كاين لا ريسبسيون ديفينيتيف؟ شكون اللي سنى؟ شكون اللي وقع؟ هضروا معنا كيفاش كيفاش وقع هذا المشروع؟ راه 2007 ورحنا في 2012 راه 5 سنين هذه. هنا المسؤوليه كترجع انا نرجعها لهناك ما خدمتش خدمتها في الوقيته ديالها كان خاص تبلوكي مش اكثر من ماشي هذه ولا كاين لابوراتوار كومان. وشي تقطع ما نعرفش واش تقطع حتى هي العيال بي دو زور ولا ما تقطعش حتى وكل دي ترافو كان خاص تقول كان خاص الانترفونسيون ديال القطاع المعني تكنيكمون هذا هو اللي بغينا نعرفو علاش ماشي حتى 2012